حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، واهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم تنعاد على كل العراقيين إن شاء الله بالخير والأمن والأمان والصحة والسلامة. تذمر من قبل الشارع العراقي من انتشار المنتج الأجنبي في الأسواق المحلية في ظل غياب المنتج المحلي خلال السنوات الأخيرة، حيث توقفت غالبية المعامل والشركات والمصانع الحكومية وانخفاض الدخل الأسري الذي أجبر المستهلك العراقي على شراء المستورد رغم يعني افتقاره للمواصفات الجيدة وهيمنة المستورد اليوم في الأسواق العراقية وغلق المنافذ الحدودية في المحافظات الجنوبية وفتح أغلبها في الإقليم. والحكومة العراقية اليوم المتهمة بمحاربة المنتجات المحلية. خليكم يا مشاهدينا نرحب بضيفي الموجود داخل الاستوديو الأستاذ قاسم السلطاني. مرحبا بك أستاذ، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم وتحية لكم ومشاهديكم. نعم أنا وسهلا بك أستاذ. أستاذ بداية نريد نعرف شلون سيطر المستورد اليوم على الأسواق المحلية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما يتعلق بالمنافذ أو الاستيراد الخارجي والمنتج المحلي، حقيقة الموضوع حقيقة أصبح يعني موضوع بنوع من الملابسات، وموضوع أصبح يعني شائك بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي للدولة حقيقة. نعم. والآن طبعا الاقتصاد حقيقة بشكل عام هو يعكس سياسة الدولة، يعني من ناحية التخطيط، من ناحية المنافذ الحدودية، من ناحية التجارة الخارجية. فالآن حقيقة نلاحظ احنا كل ما موجود من في داخل الأسواق من بضاعة نجدها بضاعة مستوردة حقيقة، وكأنما نقول للحكومة والقائمين على الشأن الاقتصادي في البلد أين المصانع العراقية أو الوطنية وأين المنتج المحلي؟ لماذا نحن نستورد حتى الخضرة، نستورد الفاكهة بالوقت اللي نعتبر العراق هو بلد نسميه أرض السواد؟ يعني العراق يحتوي على جميع ما يحتاجه المواطن، سواء من يعني خلينا نقول ما يحتاجه المواطن نسميه سلة المواطن، كل موجود متوفر بالعراق من فاكهة من خضر إلى مواد أخرى. لازم اليوم ليش يعني نعتمد على المستورد؟ للأسف الشديد طبعا يعني هذا يعني حالة يرثى لها في الاقتصاد العراقي، بحيث نحن بدأنا نتجه إلى استيراد حتى الخضرة من الخارج، وكأنما أصبح هناك تدهور بالإنتاج المحلي، وهناك حقيقة يعني أعتبرها نوع من الإضرار حقيقة بالاقتصاد الوطني والاقتصاد المحلي للعراق. نعم زين أستاذ، برأيك شو ممكن ننهض اليوم بالمنتج المحلي؟ نعم الآن إذا أردنا أن ننهض بالاقتصاد المحلي علينا أن ندعم كل ما موجود أو نسميه بالمنتج المحلي المنتج الوطني حقيقة. يعني الآن مثلا نحتاج إلى دعم المزارع، نحتاج إلى دعم الفلاح من ناحية الماء، من ناحية الأسمدة، مواد أخرى من المكننة الزراعية أنا أوفرها حقيقة للمزارع العراقي أو اليوم هواي مزارعين يعني تركوا أراضيهم وهاجروها راحوا للمدينة، يعني يقول أنا شو استفاد من هاي الزراعة؟ بالتأكيد لأنه حقيقة أنا من يعني خلينا نقول من مكان أو من بلد زراعي، يعني إحنا كثير عندنا من الأراضي يعني أصبحت بعيدة عن الزراعة لقلة المياه ولعدم اهتمام حقيقة الجانب يعني جانب الدولة بهذا الباب. فلذلك المزارع يعني أصبح يعني ما يقدر يعني يعمل بالزراعة لأنه ما متوفرة إلى كل مستلزمات
الزراعيه من ناحيه الماء، من ناحيه الاسمده، من ناحيه المكننه الزراعيه. فلذلك المزارع العراقي كانما غادر حقيقه، غادر ارضه والتجا الى فد وظيفه اخرى في سبيل ان يعني يمشي بها اموره المعاشيه في هذا البلد. نعم استاذ، خليك ويانا، ارحب بضيف الموجود ويانا عبر السكايب الاستاذ محمد السعدي. مرحبا بك استاذ محمد. مرحبا بي سيتي حسين، حياكم الله. تحياتنا لك ورمضان كريم ينعاد عليك وكل اهلنا بالبصره بالصحه والسلامه، واحنا بالايام الاخيره من الشهر الفضيل. رمضان مبارك والله معكم، حياكم الله. نعم. استاذ محمد، اريد نعرف شلون اثر المنتج المستورد على اهالي البصره الحبيبه، خصوصا في ظل غلق المنافذ الحدوديه وفتح يعني الجنوبيه وفتح منافذ الاقليم تحديدا. والله بالنسبه للمستورد الغذائي او الصناعي لو صح التعبير، هذه طامه كبرى ما بعد 2003. نعم. هذه النكسه لم يشهدها في تاريخ العراق ابدا واطلاقا. يعني بالنسبه للخضروات مثل الطماطه، هاي الخضروات الاستهلاكيه اليوميه، الطماطه والبصل والثوم وغيرها، هذا يعني حتى احنا قمنا نستورده. يعني ثوم، سامعت لي انت، ثوم صيني، جزر صيني، رمان يمني، يعني السلع الغذائيه اللي جاي نشوفها بالاسواق هي كلها سلع مستورده. ويا ريت يعني بالسعر، السعر المطلوب، ويا ريت بالطعم المطلوب. يعني الارض العراقيه، الارض الخصبه، المنتجات العراقيه الزراعيه تمتاز بالطعم الرائع، يعني الجزر، الخيار، البطيخ، البرتقال وغيره. هذه النكسه حقيقه لو صح التعبير، هذا ما صاير بتاريخ العراق. يعني لا تدعم انت الفلاح، لا تدعم الاراضي الزراعيه، لا تدعم الاستصلاح الزراعي، وكانما يعني اذا كان السائل يقول شنو السبب، يعني يتجه السبب الى هناك اجندات اقتصاديه، اجندات زراعيه متجهه الى البلدان المجاوره. ولا شنو المغزى من عندنا استورد؟ قضيت استيرادي من يعني استاذ محمد، اليوم الخلل وين؟ هل هو من وزاره الزراعه ام يعني من جمعيه الفلاحين؟ ام نريد نعرف اليوم الخلل من المواطن اللي يقدر يقبل على استيراد هذا المستورد او يشتري هذا المستورد؟ لازم الخلل من الحكومه، سواء وزاره الزراعه او وزاره التجاره. الحكومه ما خلت مؤتمرات زراعيه او استصلاح زراعي، وجابت الفلاحين ودعمتهم، وجابت راحه الاراضي مالتهم ودعمتهم، وجابت يعني مشكله بالحكومه العراقيه. المستورد شعلي، المستورد عنده فلوس وعنده راس مال يجيب المال. العالم خوف، مو تموت من الجوع، لا، العالم تريد تاكل. يعني شحت الطماطه، طماطه الزبير معروفه بالبصره، يعني شع اوقات يجي الكيلو يصير كيلو ب1000 ونص. تجيب لك مستورد طماطم، يعني ذاك يوم طماطم سووها على قولتها زلاطه بالبيت، بطنها اخضر من فوق حمراء ومن جوا خضراء. شنو هاي؟ عجيب. يعني انتم صار لكم 2003 لحد الان، شنو شغلكم؟ خلي لي وزاره الزراعه على اليمن، الها ماليه ولها ميزانيه ولها اقتصاد ولها موظفين كذا موظف. شنو العمل؟ شنو اللي سويتوه؟ دمرت الاسواق، دمرت الزراعه، دمرت الصناعه. خلوا حل لهذا الوطن، خلوا هذا حل الوطن، ما تبقى من عنده. جيبوا الفلاحين دعموهم، جيبوا الاراضي الزراعيه، روحوا الاراضي الزراعيه سووا بها استصلاح زراعي. يعني انتم ما اعرف شنو السبب جايين عندنا. استاذ محمد، يعني اريد نعرف شنو سبب غلق المنافذ الحدوديه يعني في المناطق الجنوبيه؟ والله اسباب لها، اسباب عده. يعني غلق المنافذ الحدوديه هي اما انه ارتفاع التسعير الجمركيه او بالمنافذ كما تسمى، او لهم غايات اخرى. هذا السؤال يطرح عليهم شنو الاسباب. هناك اذا ارادوا يجاوبون باجابات مقنعه حقيقه وليست حقيقيه. انت هسه عوض الاستيراد، ما عندي استيراد هسه انا، افرض هسه حدودي مسدوده، عندي اراضي زراعيه، هاي تجيبها من البصره العزيزه الى 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 زاخر. ما شاء الله، كلها اراضي زراعيه تصلح للزراعه، زين، تصلح للاستصلاح الزراعي. انتم دمرتوها، يعني تجيك الفاكهه وتجيك الخضروات كلها معبأة باكياس او مجمده او مضروبه كيميائي. يعني انتم شنو شغلكم من 2003 لحد الان يا جماعه؟ يعني السؤال يطرح نفسه. هسه اعطيني جواب مقنع، اعطيني سبب مقنع. شنو اجيب لي انا استيراد الثوم والبصل والطماطه والخيار، هاي الحاجات الاستهلاكيه اليوميه الزراعيه؟ والله ما تعرف يعني شنو السبب. كل ساعة واحد طالع لنا بخبر، كل ساعة واحد طالع
يا جماعه يا حكومه يا مسؤولين، اعطوا اسباب مقنعه، تعالوا دعموا الفلاح. ليش الفلاح؟ يعني سبق وان انتشر مقطع فيديو قبل شهر او شهر ونص، يعني ذب البضاعه مالته بالشارع، ما حد يشتريها من عنده، ما حد يدعمه، ما حد شنو يقول له السبب سلام يعني؟ عليكم. شفناه على مواقع التواصل انه يعني هواي من الفلاحين يرمون يعني منتجاتهم الزراعية، شنو السبب؟ السبب يقول لك انا زارع اراضي الزراعيه مالتي مثلا على سبيل المثال ب 100 مليون، انت تشتريها من عند ب 10 ملايين؟ يعني دعم للزراعه ماكو، دعم للفلاح ماكو. يعني يوم هو هذا خسارة السبب. الفلاح. خساره للفلاح، نعم ماكو منتوج، انا الطين يعني انت بيش تبيع لي كيلو طماطم 1000 ونص اشتري، ما دام عراقي اشتري، ولا تجيب لي كيلو طماطم بربع ب 500 من برا وما له اي طعم. ادعم الفلاح على الاقل، دعمه سنه سنتين 3 سنوات، يعني انتم فلشتوا حتى الزراعه ماكو. بعتوا الاراضي استحوذتوا عليها، تجري في الاراضي الزراعيه عمدا، عمدا تجري في الاراضي الزراعيه عمدا، حتى بهذه قاموا يسوون، يعني تجي الارض الزراعيه يسوونها بيوت، يبيعونها عقارات يستحوذون عليه، واذا كان مثلا الملاكين على قولتهن من الخارج الكويتيين او استاذ السعوديين محمد، او غير اليوم دولي. هواي ناس يعني تتامل هي تدعم المنتوج الوطني، لكن شنو الفائده اذا اليوم كيلو طماطم ب 1000 ونص، زين ما عنده منين يجيب ال 1000 ونص؟ فاكيد يتجه للمنتج المستورد، يقول لك هو ارخص، صح طعمه يختلف ومو مثل الصناعه العراقيه او مثل يعني اليوم الزراعه العراقيه، بس يعني العالم مضطره انه تاخذ الشيء الرخيص، والشيء ممكن اليوم يعني يوفر ميزانيتها. يعني اكو فتره يعني ارتفع كيلو الطماطم ل 3000 دينار، يعني هاي كارثه اليوم الشخص اللي ما عنده شيء يسوي. ما مدعوم الفلاح، ما مدعوم العموم، العراق ما مدعوم الفلاح، ولا الاراضي الزراعيه مدعومه، ولا جابوا الفلاح، ولا عاير ولا اهميه. يعني اكو سبب، يعني انت وديت على الفلاح، جيتوا جمعيات الفلاحيه وديتوا، انت وزير الزراعه، انتم يا حكومه يا قائمين، شنو شغلكم؟ شنو شغلكم يعني؟ يعني تجي الفاكهه مستورده، الخضروات مستورده، والفلاح بالضيم يا حاله. يزرع بالضيم يا حاله ويحصد ب 100 مليون ويبيع ب 10 مليون تكسر بشرة، طبعا يذبه. طبعا يتجه للمستوردين، والمستورد اصلا مدعوم احتياجي، فمو يجي محمد او زيد للناس يروح يستورد، ما يخلونه يشتغل. نعم. اما اكو مستوردين مدعومين، اكو مستوردين لازم تظل ماي حيتان الفساد. نعم، خليك ويانا يعني استاذ محمد، ارجع ويا ضيفي الاستاذ قاسم، نريد نعرف اليوم يعني اكو ايادي خفيه تقف وراء المستورد وده تدعم المستورد، غايتها اليوم يعني اهمال المنتج المحلي ودمار الاسواق العراقيه. نعم. حقيقة أنا أريد شوية أتكلم بشكل علمي عن نعم. عن الاقتصاد وما يتعلق بالاقتصاد. أنا حقيقة يعني في بحثي الاقتصادي خلية الاقتصاد عبارة عن مثلث، يعني ثلاثة أضلاع، اللي هو يمثل الزراعة، الصناعة، التجارة. نعم، اللي هي أهم التفاعل العصر. نعم، اللي هي خلينا نقول أساسيات، يعني أس الاقتصاد هو الزراعة طبعا حقيقة، لأنه المواطن أو الإنسان منذ القدم هو اعتمد على الزراعة بما متوفر إلى من خلينا نقول مواد، فاعتمد على الزراعة في أساسيات حياته المعيشية. لكن الآن أنا أتكلم عن العراق حقيقة، وانهيار البنى الاقتصادية بالعراق ما بعد 2003، يعني حتى إذا كانت هناك قبل 2003 هناك كان حصار اقتصادي على العراق، لكن كان اكو هناك منتج محلي موجود وخلينا نقول مراقب من قبل الدولة. لكن لماذا هذا الانهيار اللي حصل عندنا خاصة في مجال الزراعة؟ لأنه هناك حقيقة أجندات مثل ما ذكر الأخ الأستاذ محمد. نعم. اكو هناك أجندات حقيقة قاعد تعمل على تقويض كل ما يتعلق بالمنتج المحلي. هسه الاسباب انا بالنسبه لي قد تكون واضحه، لانه هاي الاجندات مرتبطه خلينا نقول باحزاب، ومرتبطه بدول، مرتبطه بدول اقليميه لا تريد ان ينعم الاقتصاد العراقي باي شكل من الاشكال. شنو السبب؟ السبب يريدون يبقون العراق ضعيف اقتصاديا ومنهك اقتصاديا حتى تبقى التبعية لهذه الدول الأقليمية. أهم هاي الدول احنا نقول هذه الدول حقيقة بالدول هي الدول الأقليمية،
وعلى رأسها طبعا أمريكا اللي هي صاحبة كل المشاكل الموجودة في العراق. نعم. لأنه الآن اتجهوا إلى جانب اقتصادي واحد اللي هو نسميه الاقتصاد الريعي وهو النفط. ويعني لاحظنا كيف لما انهارت أسعار النفط كيف أصبحت الحالة المعيشية بالعراق وأصبحت في حالة من الخطر ومن التدهور من ناحية الرواتب من نواحي كثيرة حقيقة، لأنه الاقتصاد العراقي انبنى على جانب واحد وهذا فالجانب غير سليم ويدل على أن هناك غير تخطيط غير سليم في العراق. يجب أن تكون الاقتصاد يكون متنوع في العراق ولا يعتمد على جانب واحد، لكن احنا اذا اريد ان ننهض بالاقتصاد الوطني علينا ان ندعم الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي، حتى ممكن ان نستغني عن المنتج المستورد، لانه انا من ما استورد اي شيء من خلينا نقول من الخارج. انا ممكن ان تكون حياتي المعيشيه تكون مرفهه، بالاضافه لذلك انه انا ممكن ان اقوي العمله المحليه العمله الوطنيه، وبالتالي قد يكون ما احتاج الى دعم دولار او نسميه العمله الصعبه للمنتج العراقي. انا ممكن اعتمد في كل شيء على المنتج المحلي. انا لاحظت مثلا في ايران رغم الحصار الموجود في ايران، لكن لاحظت في اليوم السيد علي خامنئي الله يحفظه يقول ما يمنعونه منا موجود عندنا. فاذا ايران اعتمدت على كل ما موجود من منتج محلي، فلذلك الان اصبح الاقتصاد الايراني اقتصاد لا غبار عليه، اقتصاد يعني يناطح خلينا نقول الاقتصادات العالمية الموجودة في العالم، من مثل اقتصاد الصين، اقتصاد حتى الاقتصاد الأمريكي. الآن الاقتصاد أنا حقيقة أشيد بالاقتصاد الإيراني، لأنه أنا أعتبرها تجربة ناجحة في مثل الظروف اللي يمر بها العراق. ليش الآن هم اعتمدوا على كل شيء ما موجود ودعموا كل ما موجود محلي ودعموا الزراعة ودعموا الصناعة ودعموا التجارة؟ لأنه يعني مثل ما احنا قلنا الاقتصاد هو عبارة عن ثلاثة أضلاع يمثل الزراعة والصناعة والتجارة. نعم أستاذ قاسم، خليك أنا أروح أشوف هذا التقرير ومن بعدها نرجع نكمل وياكم. نعم. غزو الأسواق العراقية بالمنتج المستورد في ظل غياب المنتج المحلي خلال السنوات الأخيرة، حيث توقفت غالبية المعامل والشركات والمصانع الحكومية وانخفاض الدخل الأسري الأمر الذي أجبر المستهلك على شراء المنتج المستورد رغم افتقاره للمواصفات الجيدة. من شجعنا المنتوج الوطني، واحنا اشترينا المنتوج الوطني، بالعكس احنا راح نشجع البضاعة العراقية وراح ندعم المنتوج الوطني، وراح الايد العاملة راح تشتغل، وانت راح يعني تكلف لنا راح يعني توفر لنا هواي، مو صحيح راح تقضى على البطالة، بس بالمقابل اريدك تكون واقعي. واقع شلون تكون؟ انه المنتج الوطني انا احييه واشجعه، لكن شنو؟ ما يصير احتكار على المواطن العراقي. اما الواقع الزراعي متدني الى مستويات كبيره، واصبحت المحاصيل المستورده تسيطر على الاسواق باسعارها وانواعها. قله الدعم الحكومي للفلاح، عدم توزيع الاسمده او حتى عدم توفيرها بسعر مناسب، اسهم في تراجع المستوى الزراعي. والله المفروض من الدوله توفر المواد للفلاح مثل الاسمده وغيرها، المواد المستلزمات للفلاح حتى يزرع، نشجعهم. يعني احنا ليش كل بضاعتنا من برا ونلب اللوم على الفلاح؟ الفلاح ما زرع، الفلاح الطماطه يابسه مثل، الرقي مثل ما بي، لان ماكو مواد حافظه وشغلات وغيرها، مواد اوليه اسمده كيماوي ما جاي يستلم الفلاح، مثل الغاز غيره للمولدات الماطورات مال المي. اي فهذا كله مهمل يعني، وتريد انت تطالب الفلاح بان شو يسوي الفلاح؟ ما يقدر يسوي شيء. ويعزو مواطنون هذا التحول الى غياب الدعم الحكومي للمنتوج الوطني والاقتصاد البلد بشكل عام، فضلا عن فتح باب الاستيراد على مصراعيها لهذه المنتجات وانخفاض اسعارها قياسا بالمنتوج المحلي، اسهم في تراجع الانتاج
العراقي. يجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي ووطني، يعني نخدم بهاي الشريحة اللي هم جزء من يعني جزء من أبناء وطننا وهم الأمل المستقبل. فهاي الشريحة اللي قاعدة تزداد والدولة يعني ما عندها إمكانية توفير فرص عمل لهذا العدد، يجب في كل دول العالم يجب أن يتنشط يعني الانتاج الوطني او القطاع الخاص بشكل عام. هيمنة المستورد في الاسواق على حساب المنتوج المحلي دون تدخل حكومي من طغيان المنتج المستورد في الاسواق المحلية. شمس سامي، قناة دبليو تي في وطن، بغداد. شكرا لزميلنا شيبان اللي عدلنا هذا التقرير الخاص ببرنامج المعتمد، واليوم يعني مدى غزو المستورد على الأسواق المحلية. خليكم يعني مشاهدين، أرجع ويا ضيفي الموجودين داخل الاستوديو الأستاذ قاسم السلطاني. أستاذ قاسم، نريد نعرف اليوم ليش ماكو حماية للمنتج المحلي؟ نعم، حقيقة يعني الآن هو غياب الرقابة حقيقة وغياب السيطرة النوعية حقيقة بهذا الباب. في ذلك نحن ليس يعني نكون بعيدين عن المنتج الوطني، بالعكس نحن مع المنتج الوطني. نعم، المنتج الوطني حقيقة من ناحية الزراعة هو يعني أكثر كفاءة وخلنا نقول أكثر طعم من المنتج المستورد، لكن نحتاج حقيقة إلى دعم حكومي إلى كل المنتجات المحلية حتى ممكن أن تلبي كل حاجة المواطن، ويصير عندنا نوع من الاكتفاء نسميه الاكتفاء الذاتي للمواطن. وإحنا عندنا أيضا قلنا بالزراعة في المجال الزراعي لما يكون هناك دعم للاقتصاد المحلي، لما يكون عندي وفرة حقيقة من المنتجات الزراعية بحيث أنه أنا لا يتضرر المزارع أو يتضرر الفلاح أو المنتج. نعم، لهذه البضاعة حتى أحافظ عليها من التلف. أنا ممكن يعني كحكومة حتى أبين أنه أنا راعي حقيقة لهذا المنتج، ممكن أن أوفر معامل ومصانع لهذا المنتج المحلي. مثلا الطماطم في موسم مثلا موسم الصيف لما يكون عندي وفرة بالأسواق وهناك حتى أحافظ عليها من التلف، ممكن أن أخذ الزائد عن حاجة المواطن وأخليه في مصانع التعليب، ممكن يعني أحوله إلى معجون بحيث ممكن يعني أرفد الأسواق في فترة فترات غياب الطماطم. نعم أحسنتي، نعم نحن نفتقد إلى التخطيط حقيقة، يعني التخطيط في مجال في كل مجالات الحياة. للأسف الشديد أنا أقولها حقيقة للحكومة أنه القائمين على الشأن الاقتصادي فهم غير جديرين حقيقة بكل رموزهم بكل مسؤوليهم، لا يمتلكون التخطيط الاستراتيجي لهذا البلد. وإلا لماذا أصبح هذا البلد بهذا الشكل؟ نعم، يعني أصبحنا نعاني من كل شيء، نعاني من شحة المنتج المحلي ووفرة المنتج المستورد. أنا ما أريد أرفض التجارة الخارجية، لا، لكن أنا ما أريد المنتج المستورد على حساب المنتج المحلي، لا، أنا أريد حقيقة المنتج المحلي هو الـ يعني كأنما هو السائد وهو الموجود في الأسواق، لأنه حتى المواطن حقيقة المواطن العراقي. نعم، كأنما يعني يشعر بالإطمئنان للمنتج المحلي قياسا للمنتج المستورد. استاذ محمد خليكم يعني عفوا استاذ قاسم خليكم يعني انتقل ويا ضيفي الاخر موجودين عبر سكايب. استاذ محمد، اريد نعرف اليوم منافذ الاقليم ليش ماكو سيطره عليها من قبل الحكومه العراقيه؟ ليش اليوم السيطره على المنافذ الجنوبيه وهنالك حرب اقتصاديه ايضا على المناطق الجنوبيه فقط؟ عيني ارحب بضيفي الكريم. المنافذ في الشمال، المنافذ الشماليه
سؤال حضرتك تختلف عن المنافذ في والتشدد في المنافذ الحدوديه الجنوبيه. هذا سؤال واضح والجواب اوضح منه. يعني اقليم كردستان يتمتع بحكومه وكانما حكومه مركزيه واحده، يعني ضعف الرقابه الاقتصاديه وضعف الرقابه الزراعيه في المحافظات الجنوبيه، هذا اللي ادت الى تدهور الزراعه وعدم الجديه بالعمل. لو كانوا جادين في العمل هؤلاء الحكومه جميعا لوضعوا خطط ودراسه جدوى اقتصاديه وزراعيه لو صح التعبير، وجابوا الفلاح وزرعوا له القاع ودعموه، ما صار اللي بينا صار. نعم. يعني حكومه اقليم كردستان في وادي ونحن في وادي اخر وخصوصا الجنوب. يعني زين، يعني معقول اليوم الحكومه العراقيه ما عندها سيطره على حكومه الاقليم؟ ليش هو الاقليم المن تابع مو تابع للعراق؟ نعم ستي، لا يخفى على الجميع حكومه اقليم كردستان يتمتعون بكافه الصلاحيات وكانما يتصرفون بهم انهم هم الحكومه المركزيه. يعني جاي نشوف احنا ضعف الرقابه في اقليم كردستان وتشددها في المحافظات الجنوبيه. هذه مظلمه لاهل الجنوب. يا ناس يا عالم لحقوا الناس. يعني انت اليوم مثل ما ذكر ضيفك الكريم، الزراعه مورد اقتصادي مهم قبل الاسلام وبعد الاسلام. يعني ماليزيا عندما استقلت عن اندونيسيا وباقي الدول وملحقاتها اعتمدت على شيئين، اعتمدت على الزراعه واعتمدت على الصيد. احنا هسه لا صيد ولا زراعه ولا صناعه، وكل من يجر صفحه، كل من ماخذ لوادي، كل من ماخذ دبوق، شنو العمل؟ انظر هيك يا ناس، شنو العمل؟ زين، اليوم حكومه الاقليم هي تاخذ وارداتها من ايضا محافظه البصره. يعني اليوم هي محافظه البصره 95% تورد العراق بصوره عامه. زين، ليش اليوم هاي الحرب الاقتصاديه على محافظه البصره واليوم اقليم المنافذ الحدوديه كلها مفتوحه؟ ست، هذا دل على شيء، دل على حقيقه دل على شيء، انما يدل على ضعف القائمين على المحافظات الجنوبيه. يعني اتذكر في اشهر من الاشهر او سنه من السنين عندما صارت مراشقات في البرلمان العراقي وفي محطه تلفزيونيه قناه. نعم. يعني اتهموا المحافظات الجنوبيه، احد اعضاء البرلمان او احد المسؤولين اتهم انه اقليم كردستان يسرق ويهرب النفط وعنده ايادي خفيه مع امريكا واسرائيل بتهريب النفط. اجابتهم احدى البرلمانيات، قالت لهم احنا ايش قد ناخذ من الموازنه؟ قالوا لها 17. قالوا لهم انتم؟ قالوا احنا اكثر. قالت لهم تعال شوفوا اقليم كردستان، شوفوا شوارع وشوفوا ناس وشلون عايشين، وشوفوا البنى التحتيه مالته، وانتم شوفوا محافظاتكم. هذا الضعف هو ضعف المسؤولين في المحافظات الجنوبيه وغيرها، هذا الضعف هو ضعف. يعني اليوم الخلل والمشكله بالمسؤولين القائمين على المحافظات الجنوبيه، اكو تقصير من عندهم تجاه المواطنين؟ اكو تقصير 100%، وهذا التقصير يظل اذا لم يبدل الشعب يبدل هؤلاء. عندما الانتخابات القادمه يجب على المواطن ان يختار من هو اهله. زين، هي اليوم المحافظات الجنوبيه ما بها مسؤولين، هو يعني مسؤول واحد هو المحافظ كلها تعرفه. قلت المحافظ حتى اللي يسوي شو يسوي المحافظ؟ يعني هسه خلينا يعني بعيدين، اي محافظ هسه اذا ايد وحده ما تصفق، اذا انا ابني وعشره يهدمون، انا ابني وعشره يخططون. يعني اليوم اذا المحافظ يعني يبني، من اللي يهدم بالمحافظات؟ نعم ست؟ إذا اليوم المحافظ يبني، من اللي يده يهدم بالمحافظات؟ نعم طبعا يهدم، كل من يريد النار يقرب النار الخبزته، كل من يجر عرض، هذا يجر عرض، هاي يجر طول، هاي حصتي وهذا حصتك وهذا عندي وهذا عندي. المحافظ اليوم ما يقدر، هذول العشر اللي يده يهدمون ما يقدر يسيطر عليهم؟ يسيطر عليهم هم مافيات ست، مافيات مشكلة. يعني المشكلة مو بس المحافظ، المشكلة حتى بالمواطن. المواطن لا تخلي يعرف المنصب ينطيها لغيره، لعد لا يطلع على القنوات يوميه يصرح ويقول احنا سوينا وعمرنا وسيبنا. احسنتي رحم الله عمره قدم نفسه. افضل. اليوم انا ما اقدر، انا اليوم ما اقدر لقياده دائره وما اقدر لقياده شرطه وما اقدر لقياده محافظه اسلمها لغيري حتى لا اذنب ولا انه اكون مذنب امام الله سبحانه وتعالى. اليوم البصره هي اخر من الله من. نعم. الرجال القادرين الاكفاء اللي قدروا ينهضون العراق من كل الازمات، فاكيد بها رجال يوم يقدرون يعني ينهضون العراق من او محافظتهم تحديدا من هاي كل الازمات، سواء الاقتصاديه او
يعني أزمات النفسية اللي يعانوها المواطنين، وآخر أزمة يعني مرت بالعراق هي أزمة داعش، أكيد ما حد يقدر ينكر فضل المحافظات الجنوبية وطردهم للإرهاب، وتحديدا يعني محافظة البصرة، فأكيد يوم البصرة بها رجال أكفاء وقادرين على انتشال محافظتهم من الظلم اللي يعيشوه. فإذا اليوم المسؤول يبني وعشرة يهدمون، فخلي يعوف المنصب احسن له، ينطيها لغيره، ينطي مجال لغيره وينطي فرصه اذا هو مو قد المسؤوليه ولا كفو. نعم، محافظه البصره مثل ما ذكرتي عندنا اكفاء، ناس عندنا اكفاء مخلصين لمحافظتهم بوجه خاص وللعراق بوجه عام. يعني اليوم احنا نريد هذا اللي يتصدى للمسؤوليه، الرجل الكفو نريده يبرز حتى احنا ندعمه. يعني لا متى تبقى محافظه البصره مثل الجمل؟ الى متى؟ يعني انت مشحوله 24 ساعه بالنفط، مشحوله 24 ساعه، والشعب يتصدى للامراض السرطانيه وغيرها، ناهيك عن ضعف المؤسسات الصحيه وافتقارا الى المستشفيات. يعني نعم. جميع مفاصل الدوله ما بي خير بهالعباره، ما بي خير وما يقدر يطلع. اكو ناس اكفاء خليه يجوا يزمون زمام الامور. يعني اذا شخص اليوم مو قد المسؤوليه ليش بكلب بالكرسي؟ شو ينتظر؟ ليش ما يعوف هالغير ينطي مجال؟ ليش هو يورط نفسه اليوم يعني ويخلي العالم تدعي عليه 24 ساعه؟ شلون ينام اليوم المسؤول عن المخده وراسه مرتاح والعالم هاي كلها قاتلها ظلم وقاتلها جوع؟ يبون باب مال العالم الحجاج نعت الله عليه وعلى الحاشيه يقول الكرسي عقيم. فهذا الكرسي عقيم، وخاصه محافظه البصره غنيه، محافظه البصره تطفو على بركان من الـ من الـ من النفط، على مسطحات نفطيه، زي مو مسطحات مائيه. وين الخير هذا؟ وش مستفاده منه المحافظه؟ وين كل هذا الخير والحرامية والحرامية والحرامية؟ نعم، زراعتها مسرطنه، اكلها مسرطن، جوها مسرطن، اطفالها بالسرطانات، زين ومدخنه 24 ساعه، شنو محصلته؟ شنو محصلته؟ بس الامراض والمسرطنات والدخان عاميهم. مسميه عاصمه البصره عاصمه العراق الاقتصاديه، وين هي عاصمه البصره الاقتصاديه؟ تعال راوج جسر الشعب يعني اليوم نتحدث عليه فشل. نطلع من الموضوع بس يعني هي سلسله مترابطه شيء بشيء، يعني لازم نعم نعم الموضوع مالكم يعني مترابط وبسلسله وينشق الى عده، من الزراعه للصناعه. يعني انت اليوم انا اتحدث على جسر الشعيبه، هو جسر يدلونه محافظه البصره والمسؤولين. نعم. جسر الشعيبه يعني خزي واحد والله العظيم يوم التصور ونشره، خزي واحد يقول انا محافظه نفطيه، خزي واحد يقول انا عندي مسؤولين، خزي واحد يقول انا عندي مصيبه طامه كبرى. هاي جسر يغذي العراق كله، يعني جسر محفر غير معبد، جسر يعني ما حد لا يمر عليه مسؤول، لا يمر عليه وزير نفط، لا يمر عليه محافظ. شنو شغلكم يا ناس يا عالم؟ شنو شغلكم؟ نزلوا ميدانيا اليوم الحاكم ينزل ميدانيا يشوف بعينه، يدخل للسوق يباعد الدسور، يدخل يروح للزراعه يشوف، يحاسب هذا يجي على ذاك. نزلوا ميدانيا، نروح للدوائر شوف نعم. يعني الجو مشحون بالفشل. في استاذ قاسم الموجود يعني داخل الاستوديو. استاذ قاسم، برايك اليوم المسؤول اللي مو قد المسؤوليه ومو قد المنصب ومو قد الكرسي اللي قاعد عليه، يعني شنو السبب اللي يخليه معتز بهذا المنصب؟ تحياتي للاخ محمد من البصره، لانه انا حقيقه خلاني احن للبصره، لانه انا عشت بالبصره بحدود اكثر من 30 سنه. نعم. وحقيقه كان واحد من شركه فوركس الفرنسيه، فاليوم كان موجود يعني بالبصره، فمرينا منطقه القرنه، فقال هو هذا بلد نفطي. نعم. حقيقه يعني عكس فد حاله سيئه للعراق بشكل عام طبعا وللبصره بشكل خاص. فقلنا له ليش؟ لانه شاف البيوت الموجوده بيوت صرايف، فقال انا شفت متوقع انه البصره عباره عن كراكاس يعني فنزويلا، لكن للاسف الشديد انه الاخوان والمسؤولين احنا بغض النظر عن النظام السابق، لكن الان احنا النظام الحالي المفروض يعني المناطق الجنوبيه هي مناطق امنه، والمفروض الاعمار يتم في المناطق الامنه، لكن احنا لقيناه على العكس تماما. يعني مثل ما ذكر قضيه الكردستان وقضيه يعني ما تتقاضاه كردستان من ميزانيه العراق،
طبعا للأسف الشديد ترى كردستان هي الحكومة المركزية وليس حكومة بغداد، لأنه كل شيء يستشيرون الحكومة حكومة كردستان. فنقول لهم عمي بابا من يعني حكومة المركز أو رئاسة الوزراء هي في مسعود برزاني لو في الموجودين في بغداد. لكن للأسف الشديد إنه لكن احنا نقول بالعافية عليهم ما دام يشتغلون لمناطقهم فبالعافية عليهم. اكو عمار، اكو بنية تحتية، اكو عمار حقيقة، أكو حتى الخضار، حتى الجو أحسنتي. هناك يختلف. احسنت، يعني انا الاحظ حقيقة مثلا تروحين لأربيل كل شهرين تلقين اكو اشياء متجددة حقيقة في أربيل. لكن للأسف الشديد يعني انا عشت الفترة الطويلة في البصرة، مثل ما ذكر جسر الشعيب الاخ سعد محمد، يعني البصرة حالة يرثى لها. يعني أنا باعتبار أيضا كنت كأمين عام منظمة إنسانية، فكنت أروح إلى فد عوائل والله يقول هذول يعني عايشين يعني قاعدين على النفط، يعني في مناطق القرنة وغير القرنة، يعني يقول حرامات، يعني هذا البلد يعني يمتلك هذه الخيرات وعيشتهم بهذا الشكل. يعني برأيك اليوم محافظة البصرة تستاهل هيجي يصير بيها؟ أحسنت. تستاهل هيجي مسؤولين اليوم دا يتعاركون على الكراسي وعايفين أبناء محافظتهم، كاتلهم الضيم، كاتلهم الجوع، مدى يحسون بيهم؟ فإحنا عتبنا حقيقة على المسؤولين من أهل البصرة وكذلك. يعني برأيك اليوم المسؤولين بالبصرة هم غير أكفاء بهذا المنصب؟ اتضح أنه غير أكفاء، ولا لو كانوا أكفاء لكانوا ممكن اهتموا بمناطقهم واهتموا ب البصرة اللي هي خلينا نقول تمثل أكثر من 95 إلى 96% من ميزانية العراق. نعم. طيب ليش مهملة بهذا الشكل؟ يعني أنا أروح البصرة لا شوارع، لا بنية تحتية، لا يعني فاقدة لكل شيء البصرة. للأسف الشديد طبعا البصرة اللي هي خلينا نقول هي ثغر العراق بكل ما تملك، يعني من سواء موارد نفطية، من منافذ حدودية، من موانع شط العرب والفاو وغيره. لكن للأسف الشديد يعني خلينا نقول خيرها لغيرها. نعم. للأسف الشديد فنحن يعني نعتب ونأمل من المسؤولين حقيقة، وعلى رأسهم طبعا الحكومة. يعني الحكومة يجب أن تخلي مجالات حقيقة لإعمار البصرة، وإلا ما تبقى بهذا الشكل. أستاذ قاسم، والكارثة يعني والطامة الكبرى من يطلع لك مسؤول من محافظة البصرة ويصرح يقول يعني عندنا مناطق بالبصرة تتفوق، يعني دبي وإعمار دبي اللي هي منطقة القبلة وياسين خريبط. ما أعرف إذا حضرتك يعني متوجه لهذه المناطق وشايفها. طبعاً يعني طبعاً من خلال تعايشي حقيقة بالبصرة، لا يعني مناطق بسيطة خلينا نقول، هي مناطق شارع الاستقلال ذكرتيها القبلة وغير القبلة، لا والله يعني مناطق بسيطة جدا ومناطق شعبية ترتقي لكثير حقيقة من الخدمات. يعني استاذ قاسم، يوم المسؤول من يطلع ويفتخر انه انا سويت هيجي مشروع وانجزت هيجي مشروع، هذا يعني هذا مو انجاز انا برايي، هو هذا واجبه وهذا اقل شيء ممكن بده يقدمه. لا شنو يعني شنو سوالي بلط لي شارع، يعني هذا احسب اقل منجز. ما يستحق انه انا اقعد اروج له على القنوات انه انا سويت هيجي شارع انجزت هيجي شيء، هذا واجبك واقل شيء يعني تسوي له. طبعا طبعا يعني انا مره دا اشوف مقطع بالصين ربطوا جسر الطول مالته 150 كيلومتر. نعم. في عمق البحر 150 كيلومتر، وهنا بالبصرة مسوي لي جسر من هاي الدوب، وجابي لي فد حفلة مسوي لي إلي حفلة. أبا يعني شنو وجه المقارنة بين هذا الجسر اللي طوله 150 كيلومتر واللي عبر خلينا نقول البحر أو المحيط باتجاه باكستان؟ نعم. وربط لك هاي يعني كان ما بيه هواي امور تجاريه. زين انت تجي تسوي لي جسر دوب تقول لي هذا منجز، يعني حتى عيب، يعني عيب عليهم. استاذ احنا نعوف الصين نروح لمصر وللاردن اللي هي اصلا اتفقت ويا الصين، نشوف الاعمار الموجود بها، نشوف البنيه التحتيه. اليوم هي مصر ما معمره روحها، يعني ده تعتمد على الصين، واليوم العراق ده يعتمد عليها، يعتمد على مصر وده يعتمد على الأردن. أنا أريد هم أضيف ملاحظة حقيقة، ما يعني ما دام
انطرح موضوع مصر. نعم. وموضوع الشركات الكهربائية، يعني الآن ذاك مرة دا أشوف سامح شكري اللي وزير الخارجية المصري. نعم. يقول احنا ممكن أن نربط العراق ربط كهربائي. طيب الآن مصر المحطات الكهربائية أصلا اللي بنتها هي شركة سيمنز واللي منعوها من العراق، يعني شركة سيمنز اللي بنت 3 محطات كهربائية كل محطة قيمتها 1.5 مليار دولار، 3 محطات يعني 4.5 دولار، يعني 4.5 مليارات دولار قيمة المنتج من الطاقة الكهربائية بحدود 40,000 ميجاوات. طيب ليش يعني الآن في مصر يسمحوا لها أن تبني محطات كهربائية وتمنع في العراق؟ احنا لو شركة سيمنز اللي تم التعاقد فيها في انتاج الطاقة الكهربائية بالعراق حقيقة هي بنت مشاريع كثيرة، ويعني وصلت الى مديات قد توصل الى 30 أو 40%، لكن الامريكان وقفوها. نعم. هسه الامريكان لا خلوا شركة سيمنز تكمل مشاريعها الكهربائية بالعراق، ولا شركة يعني الشركات الامريكية جنرال الكتريك خلوها تكمل بالعراق. فالمهم كان حقيقه اني الاحظ يعني الجانب الامريكي مثبط لكل المشاريع الموجوده في العراق. نعم. استاذ قاسم خليك انا ارجع ويا ضيفي استاذ محمد الموجود ويانا عبر اسكان من محافظه البصره. استاذ محمد اليوم يعني برايك شلون تكون حمايه ودعم للمنتج المحلي؟ اليوم يكون على قولتش الحماية والمنتج المحلي اليوم مثل ما ذكرت أوضع يعني أضع دراسة جدوى اقتصادية وزراعية بنفس الوقت، وأودي على الفلاح وأودي على المزارع وأجيبه وأقعد وياه جلسات استثنائية مرة ومرتين وثلاثة، وجمعيات الفلاحية أعيد تفعيلها ودورها زين، وأقول لي أنا راح أدعمك وراح أسندك وراح كذا، وأرضك الزراعية تعوفة ورجع احرث له ورجع ازرع ومن عندي وانا اساعدك، انت اذا تزرع ب 50 مليون انا اعطيك 50 مليون انت زراعتك تطلع تصير ببلاش حتى ادعمك. هو هذا هو هذا النجاح والانجاح يعني بحد ذاته، يعني انت هامل لي الفلاح وهامل لي الاراضي الزراعيه وهامل لي الدور الزراعي وجمعيات الفلاحيه، شلون يعني ما فكرتوا يا ناس يا عالم؟ يعني هذه الزراعه مثل ما ذكرنا عامل اقتصادي مهم في الكره الارضيه، الله سبحانه وتعالى انعم علينا بالزراعه. قبل الانسان كان ياكل على قولته عندنا خبزه وخضره، يعني هاي الخبزه والحنطه والشعير والخضره هاي الموجوده الخضروات، يعني انتم همتوا الزراعه بشكل اساسي وعامل اقتصادي مهم، عامل اقتصادي أكيد. مهم احنا ريت يعني المنتج المحلي يرجع انه ينهض بالعراق ونشوفه يعني اليوم يصدر، ولكن يعني اليوم يكون العراق من البلدان المصدره وليس فقط من البلدان المستورده. الاستاذ محمد الساعدي شكرا جزيلا لك وشكرا لانضمامك اليوم ويانا في برنامج المعتمد، وتحياتنا لاهلنا الطيبين بمحافظه البصره. وايضا احب اشكر ضيفي الموجود ويانا داخل الاستوديو الاستاذ قاسم السلطاني المحلل والسياسي. مرحبا، شكرا لك استاذ قاسم وتحياتنا لك. مرحبا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا يوم غد إن شاء الله حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. تحياتي لكم وتحيات كاد العمل جميعا، مع السلامة.